أحسن شيء. يعني أولا هناك فرق بين الضغوط وبين تهرب المجتمع الدولي من الاستحقاقات والوعودات اللي قطعها على نفسه. مسألة الضغوط أنا برأيي بأنه إصرار الأخ أبو مازن التوقيع على الورقة المصرية، أنا كنت موجود عند السيد الرئيس الأخ أبو مازن. الأخ أبو مازن لاعتبارات سياسية ربما لا يستطيع أن يقول هذا الكلام، أنا كنت موجود عنده عندما تحدث معه ميتشل وقال له لا ترسل عزام الأحمد، سنفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية إذا وقعت على الورقة المصرية وإلى آخره، والكونغرس الأمريكي سيتخذ إجراءات شديدة بحق السلطة الوطنية الفلسطينية. أبو مازن قال له أنا أرسلت عزام الأحمد وسوقع على الورقة المصرية. فلذلك أنا برأيي حجة الضغوط هاي أعتقد بأنه هذا يعني كلام لم يعد له نصيب في العمل السياسي الفلسطيني. ثانيا عندما نتحدث الآن عن تهرب المجتمع الدولي من استحقاقاته، نعم الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتهرب الآن من كل الوعود والاستحقاقات اللي قطعت على نفسها من عهد الرئيس بوش وحتى الرئيس أوباما فيما يتعلق بموضوع حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإجبار إسرائيل على وقف الاستيطان وإجبار إسرائيل على الاعتراف بمرجعية. إحنا لا يمكن أن نذهب إلى مفاوضات هي عبثية، المفاوضات ليست هدف، المفاوضات وسيلة، الهدف منها وصول الشعب الفلسطيني إلى استحقاقه الكبير وهو الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال. احنا يعني كل هذا الكفاح والنضال الفلسطيني الشعبي الطويل جبال من الشهداء ورانا، فالله كاين المفاوضات هي الهدف الأساسي في هذا الموضوع، الهدف الرئيسي والاستراتيجي إنهاء الاحتلال في هذا الموضوع. لذلك ربما نأتي على الحديث فيما يتعلق موضوع الأخ أبو مازن وطلب وحديث الأخ أبو مازن عن مسألة أنه ما بده يترشح أو إلى آخره من كل هذه الأمور. أنا برأيي هذه يعني الأخ أبو مازن وصل إلى قناعة مطلقة، إلى ذات الجدار والحائط الذي وصل إليه الرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار عام 99، أن إسرائيل لا تريد سلام ولا تبحث عن سلام، إسرائيل تبحث عن تأبيد الاحتلال وتبحث عن تجميل صورة الاحتلال وتبحث عن حل ربما تعتقد إسرائيل بأنه مقبول يلبي مصالحها الاستراتيجية هو شعار الدولة ذات الحدود المؤقتة أو حل الدولة ذات الحدود المؤقتة، اللي جزء من الإخوان من حماس رحبوا فيه وقالوا بأنه والله أخيرا صحيت إسرائيل وعرفت مع مين لازم تفاوض بعد ما حكى مفاز أنه بدنا نحل الدولة. والأخ أبو مازن بعتقد في مهرجان فتح حكى في ذكرى أبو عمار قبل يومين، قال الأخ أبو مازن أنا شخصيا لن أفاوض، إذا إسرائيل وأمريكا بدهم يفاوضوا حماس على الدولة المؤقتة وحماس جاهزة أهلا وسهلا فليفاوضوا حماس على هذا الموضوع. يعني أنا بدي أتناول قضية سريعا بس وتناولها الدكتور محمود في سياق حديثه عن موضوع المقاومة. أنا والله بودي أعرف وين هي المقاومة. أنا بقول كان صمود شعبي أسطوري عظيم أمام آلة الحرب والدمار الإسرائيلية في قطاع غزة، أما وين المقاومة؟ 11 جندي قتلهم ثائر حماد تعس الواد في عملية عيون الحرمية، وين المقاومة؟ نفسي أسأل أنا وين المقاومة؟ المقاومة اللي كانت وأبو مازن موجود في غزة كل يوم يطلع 200 صاروخ على الزديروت وعلى النقب الغربي وما تجرحش حدا، هاي كانت مقاومة ضد المشروع الوطني الفلسطيني، مقاومة لهد السلطة، مقاومة لإنهاء أبو مازن، مقاومة لإعطاء فرصة تاريخية لإسرائيل للانقضاض على كل المشروع الوطني الفلسطيني، هذا يعني المقاومة. وين المقاومة؟ إن سنتين وست شهور أخ حسين كلامك واضح، لكن لابد أن نعطي الفرصة للدكتور للإجابة على هذا الموضوع. دكتور هذا تساؤل حتى يعني من قبل المواطن الفلسطيني العادي، لا أريد أن أقول حماس أو فتح ومناكفات حماس وفتح في هذا الموضوع، فعلا أين يعني هي المقاومة من وجهة النظر التي تطرح من قبل بعض عناصر حماس في هذا الموضوع؟ وأنا أريد أن أريحك من بعض الكلمات وسأنتقل بعد قليل للأستاذ محمد أطلنا عليه. يعني أيضا فتح قامت باعتقال العديد من أبناء حركة حماس في الضفة الغربية، أو أقصد السلطة الفلسطينية عفوا وليست فتح، لكن في غزة يعني غزة تحكم من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس. يعني إذا أردت أن أجيب أين المقاومة، هو الصمود الأسطوري الذي تحدث عنه الأخ حسين الشيخ، ألم يكن هناك وراءه مقاومة؟ أنا أريد أن أتساءل لماذا الاجتياح صمود شعبي أنا طيب الصمود كان صمود شعبي للشعب الفلسطيني. لماذا الشعب الفلسطيني لم يصمد أيام الاجتياح؟ حان الاجتياح الذي حدث للضفة، أين كان الشعب الفلسطيني وكانت أجهزة أمنية تعد بعشرات الآلاف؟ لولا وجود مقاومة لما كان هناك صمود شعبي في غزة. 23 جندي في جنين قتل يا دكتور محمود، ما اختلفناش في مخيم جنين لوحده. أنا لذلك أقول لك وعشرات الشباب من الفدائيين قتلوا في جنين لوحده، لذلك وين المقاومة؟ لذلك أنا أقول
انه كان هناك مقاومه في الضفه مظبوط، وكانت هناك مقاومه في غزه هي التي منعت الاحتلال من ان يحتل غزه، كان الاهداف الاحتلال في غزه موجوده، ليس الصمود الشعبي وحده هو الذي منع الاحتلال من تحقيق اهدافه ودخول مدينه غزه وتحرير الجندي واسقاط الحكم الموجود في غزه. اذا كانت هناك مقاومه وصمدت. ثم الان هناك لعله هناك استعدادات، انا لست موجودا في غزه يعني، لكن حديث لجنه الامن والخارجيه في الكنيسة الاسرائيليه تتحدث دائما عن وجود اسلحه جديده وعتاد جديد وجاهزيه جديده. لماذا هذه الجاهزيه؟ انا لا اعرف، ان لست موجودا في غزه، لكن هي تتوجه يعني في ظل السياق. اريد ان اضيف استاذ محمد، يعني في 2003 اسرائيل دخلت الى الضفه الغربيه وضربت اجهزه السلطه الفلسطينيه، دمرت كل شيء واضعفت السلطه واجهزتها. في 2006 كما يقول الدكتور دخلت اسرائيل الى غزه وضربت 2009 عفوا دخلت الى غزه. اسرائيل أضعفت الطرفين وتريد الحال أن يبقى على ما هو عليه، وهي المستفيد الأول طبعا. وهذا الأمر يعني أكثر صعوبة وأكثر خطورة في ظل الحكومة الحالية. أولا أنا لا أريد أن أجري مفاضلات حول صمود الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني هو شعب الجبارين كما قال الرئيس الراحل أبو عمار، وهذا ليس كلام إنشاء، إنما شعب يصمد في ظروف مستحيلة، شعب خرج من رماد نكبة ربما لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري الحديث. لذلك ما حدث في غزة من صمود هو أمر نحن نعتز به، هو ما حدث في مقاومة هو للاحتلال هو أمر نعتز به، حق الشعب الواقع تحت الاحتلال أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل. لكن مرة أخرى أقول أن الوسائل يجب أن تكون محكومة للهدف، بمعنى أن تدفع الهدف إلى الإمام، وأن لا تشكل ذرائع لتخلي أصدقاء الشعب الفلسطيني عنه، ولا ذرائع للاحتلال من أجل الإمعان في ظلمه وقهره واضطهاده وقتله وجرائمه. هذا هي المعادلة. أنا أقول أن المقاومة متاحة وحسب القانون الدولي يعني شرعية بكل الوسائل، لكن الشعب الذي يمارس هذه المقاومة يجب أن يعرف كيف يمارسها بما يدفع مشروع الوطني إلى الأمام أو مشروع السياسي إلى الأمام. اليوم كنا في ظهرا في بلعين، وكانت هنالك مواجهات مع الجيش بين ناس عزل وبين الجيش المدجج بالأسلحة والمطاط والغاز المسيل للدموع، وحصلنا على وجبتنا الأسبوعية من الغاز. مش هذا المهم، لكن المهم هو أننا في هذه الحالة نستطيع أن نجند حتى إسرائيليين ليكونوا معنا، نجند نشطاء سلام دوليين ليكونوا معنا. كان اليوم عدد من الجنود الأمريكيين أو الشباب الأمريكيين الذين رفضوا الخدمة في الجيش الأمريكي في العراق وفي أفغانستان وجاءوا ليتضامنوا مع فلسطين. نحن نريد لهذه الظاهرة أن تتعمق وأن تكبر في كل العالم. ومن ناحية المفاوضات والضغوطات، دعني أخ ماهر أقول كلمة يعني لو سمحت. نحن لسنا سذجا لنعتقد أن يعني في شيء اسمه يعني علاقات دولية استريلية معقمة. هنالك ضغوطات، هنالك مصالح، هنالك مصالح إسرائيلية وهي القوة الطاغية، قوة الطغيان والاحتلال، هنالك مصالح أمريكية، هنالك مصالح عربية، هنالك حسابات عربية داخلية تنعكس على الساحة الفلسطينية. نحن يعني مش سذج احنا نعتقد ان والله القضية كيف بنتفاهم احنا ببعضنا وبعدين بنقول لإسرائيل هيك راينا وانتهى الموضوع. لا، في عناصر أخرى. عندما يجتمع الرئيس أبو مازن أو من ينوب عنه مع الإسرائيليين، السؤال هو ليس أن يجتمعوا أو لا يجتمعوا، إنما على ماذا يجتمعوا وهل وقعوا على تنازل. والسؤال عندما يجتمع الحماس وإسرائيل مع الوسيط الألماني أو المصريين في موضوع شليط، هذا ليس مدانا، بالعكس هذا أمر قد يكون في صالح القضية الفلسطينية. عندما يجتمع توماس بيكرينج السفير الأمريكي السابق في إسرائيل مع وفد حماس في سويسرا في 3 جلسات متتالية ونشرت المحاضر حول هذا الموضوع، أنا لا أقول أنه هذا خطأ، أقول أنه على ماذا يجري الحديث. لذلك يجب التحيز للمشروع الوطني وتحديده، وهو إقامة الدولة على الأقل. هنالك في ناس بيسموه مرحلة وناس ما بيسموه مرحلة، أما على الأقل هذا هو الإجماع. الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس، يجب أن يعمل ما يفيد هذا المشروع، يجب تجيير الحالة الداخلية لهذا المشروع، يجب تجيير العلاقات الدولية لهذا المشروع، يجب تجيير الحالة العربية لهذا المشروع. المفتاح لهذا المشروع هو أن يكون هنالك ثقة بين القيادة والشعب بالاتجاهين، الشعب يثق بقيادته والقيادة تثق بشعبها. ثقة القيادة بالشعب هذا ليس بالأمر الهامشي، أن تثق بمقدراته بقدراته على تحريك الأمور. فيش إشي اسمه مفاوضات محكومة فقط لا زي 2